فكره الشحططه دي بس يا ست سهير. انا مش فاهمه حاجه ابدا يا فاطمه. اقول لك تعالي ننام لنا شويه. انا نام؟ الله، امال هنفضل قاعدين صحيين كده طول الليل؟ مش ممكن ابدا انام هنا. طب نامي انت شويه وانا افضل صحيه. لا، يبقى نام انا بقى. لا ولا انت. خليكي صاحيه معايا يا فاطمه. لا متاسفين اذا كنا تاخرنا عليكم في الاكل. مين قالك احنا عاوزين ناكل؟ يبقى لا اكل ولا نوم يا ست سهير. اسكت انت يا فاطمه. الاكل قدامكم انتوا احرار، اللي ياكل ياكل ما ياكلش ان شاء الله ما اكل. يلا بينا ناكل والنبي. كل انت اذا كنت عاوز. عن اذنك. أنس. نعم. قطع عليك كويس وخد بالك، ها؟ ما تخافش. أعور أعور، تعال يا أعور. في اتكلم. خطيبتك مش عايزه تاكل. لما تجوع هتاكل. انتوا مستعدين؟ ايوه انا هكون معاكم. مش معقول، كفايه اللي حصل في فيلا رحلي. خلي اي حد من الرجاله زي كل مره. المره دي غير كل مره، ده اليوم اللي انا عايش له، اليوم اللي هشوف فيه نهاية ممدوح واخليه يدوق طعم الفشل والحرمان. ممدوح؟ إذا كان على ممدوح ده ما يستحملش حاجة أبدا. قتله مش كفاية، ده له معزة كبيرة عندي. إيه؟ أنتوا تعرفوا بعض قبل كده؟ إلا نعرف بعض، دي معرفة العمر. زي ما عرفتي بيك تمام، ما تستغربش. العموم اللي حاولوا لك مش جديد عليك ومش ممكن تكون نسيته. قصدك ايه؟ ما تستعجلش. العشر سنين في سوهاج اتهموني في قتل صاحب البيت بتاعنا. كانت الأدلة كلها ضدي. حاولت بكل الطرق اني اثبت براءتي. وكان ممدوح لسه ضابط صغير وهو اللي كان متولي القضية. ما ادانيش فرصة. كانت الأدلة اللي عنده كافية لإعدامي. تعبت عشان أثبت له براءتي. وفي اليوم اللي هوصل فيه للدليل ظهر لي ممدوح تاني وطردني. جريت استخبيت في بيت وكانت الدنيا ضلمة، ما اعرفش ايه اللي حصل. فجأة لقيت النار ولعت في البيت، ازاي ما اعرفش. المهم طفوا الحرية واحتسبوني من الاموات، من الاموات اللي ماتوا. وهربت وهرب الدليل وفضلت هدية ممدوح دي. انت خفت مني؟ انت راخر ولا عرفت زي كل الناس؟ انا اخاف منك انت، اعرف منك انت. ده انت عرفت ليه اخترتك؟ عرفت. مش وقته يا مرسي، روح استعد بالرجاله. أنا لا أشوف ولا سمعت ولا عرفت.
مرتاح انت يا امين؟ ارتاح. ارتاح ازاي بس؟ وبعدين بقى ما بلاش العياط ده غصب عني، مش بكيفي يا رحمي. طب العياط بس هيعمل ايه؟ قومي قومي، ان شاء الله ربنا هيجيب العواقب سليمه. قومي انت ارتاحي، واذا حد اتكلم في التليفون انا هدي لك خبر. حاضر. يلا يلا ديني قاعد. ايه الاستقبال ده؟ انت لازم ترجعني بيتي. هترجعي بيتك بكره الصبح. وليه ما يكونش دلوقتي؟ انا ما احبش حد يرجعني بتصرفاتي. والنبي عملت ايه في حزني؟ مش شغلك. حرام عليك، والنبي ده احنا كنا هنتجوز. نصحتك يا فاطمه انك تسكتي. حاضر، خرست اهو. تصبحي على خير. هنروح يا فاطمة، هنروح بكرة خلاص. أنا بس هفضل في الغلب ده لحد إمتى؟ بقى يعني يا ربي كل ما أتجوز يخطفوا مني خطيبي، يا عيني عليا وعلى بختي. معلش يا العملية المرة دي عملية كبيرة أوي ومهمة. عايز كل واحد منكم يعرف مكانه بالظبط ويأدي الدور اللي عليه بحسب. مفهوم؟ مفهوم. المرة دي هيباشر العملية بنفسه. كنا نعرف هو هيعمل ايه عشان ما يحصلش اي غلط. كفاية تعرف دورك انت وبس. وحش. افندم. حرام. افندم. تفضل. أبو البال أملاكة؟ نعم. تفضل. أنت أفندم. بأشرف. نعم. تفضل. عباس. ايوه. وراهم رايبهم كويس قوي. هيحصل. انا هحصلكم. Yeah.
سيف. يا ربي شو الجايب انت شايف؟ انا انت ايش عايز؟ انا ايوه بس ايه؟ انا اشترك لك في التليفون عشان تغني لي في الفرح بتاعي النهارده. ايوه يا فندم، وانا قلت لسيادتك مبروك. انا ما يهمنيش، ما طلبتكش عشان تقول لي مبروك. ده واجب يا فندم، وانا مبسوط قوي. ما يهمنيش انبساطك، انا عايزك تروح تغني. اغني؟ انا ايوه. انت ايه، هتفهمش عربي؟ فاهم بس انا عيان شويه. طيب بتخالف طلباتي له؟ لا يا فندم، بس اشمعنى اخترتني انا بالذات؟ انا عملت قرع وكان لك الشرف الكبير انها وقعت فيك انت. ايوه يا فندم، ده شرف كبير قوي. فعلا ده شرف كبير لك. خش جوه. اخش جوه؟ مش فاهم. خش جوه لغاية ما اخرج. طب مش هوصل سيادتك؟ بقولك خش جوه. حاضر. الو الدليل، من فضلك والله نمرة المحافظة كام؟ طيب متشكر اوي. الو المحافظة، اديني رئيس المباحث لو سمحت. الو ايوه، انا ماهر العطار، القط الاسود هاجمني دلوقتي وعايزني اغني في فرحه. ايوه العنوان فيلا ماهر بالهرم. طيب انا في الانتظار. شكرا يا فندم. سياده الحكمدان طالبك يا فندم. يمكن علشان اتصال القط بالمطرب اللي عاوز يحضر الفرح بتاعه. يمكن يا فندم، على كل حال القوه جاهزه وهتوصل في ميعادها. انا عاوز قوه احتياطي تكون مستعده، لازم نعمل حساب الطوارئ. فعلا يا فندم لازم نحتاط. عملتوا حساب القوه اللي هتحافظ على النظام في الشوارع؟ الحقيقة يا فندم الجمهور متجمع بشكل وحش قوي، وأنا متهيألي إنه حربكنا يا فندم. حاولوا بقدر الإمكان إنكم تبعدوا الناس عن باب الفيلا. صغير يا حبيبتي يا بنتي، إزيك يا سوية؟ وحشتيني وحشتيني موت. رحمي يا رحمي، سوير جت يا رحمي. أهلا 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 بنت حبيبتي، أهلا وحشتيني. وحشتيني يا بابا أنت كمان قوي، وأنت يا ماما وحشتيني خالص. تعالي كلمني بقى. يا روحي. ايه حكاية المجرم ده؟ نبي يا بابا ما تسألنيش على حاجة، لأن أنا مش فاهمة حاجة أبدا، ومش عارفة آخرة البهدلة دي إيه. إلهي اديله مصيبة تاخد أجله. لا يا شيخة. اتفضل يا سرح. إيه ده كمان؟ جواب من القط علشان سرح؟ أنتِ لحقتي توصلي يا جلبت المصايبة ما تجيبي جواب معاكي. الله جرايا استهانم، هو أنا ذنبي إيه؟ بس خلاص يا بنت. هاتي. ما هو أنتِ طبعاً ما تجيش بإيدك فاضية. ايه يا ماما مش هو اللي ادهولها؟ بس انت كمان خد سمعني كاتب في ايه. اما نسمع ممدوح قبلك. سمعه. يلا يا اخويا اتنحرر بقى. ما انا بتنحرر اهو. الو الو محافظه، انا عايز ممدوح. ممدوح اسمع يا سيدي، سهير رجعت والقط بعت لنا جواب. ايوه انا هقراه لك اهو. عزيزي السيد رحمي، أكتب إليك هذه الرسالة العاجلة لأفيدك بأن حضوري سيكون في الساعة 10 مساء، ولا شك أن لقائي بكم سيكون لقاء مؤثرا، ودمتم للقط الأسود. أي اسمع قول له ما يتأخرش، يجي أوان. ما تتأخرش، تعالى أوان. ضروري يا خالي، بس ورايا شوية شغل عشان الفرح برضه. بس ريح أعصابك أنت وما تفكرش في أي حاجة. مع السلامة. القط يا سيدي بعت جواب لخالي بيقول انه هيشرف الساعة 10 كده، واحنا هنكون في انتظار. ايه
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايز حاجة يا أستاذ؟ أنا المأذون. المأذون؟ وجاي أكتب الكتاب. طب استنى ما أخش أقول لجناب المفتش جوه. في إيه يا عسكري؟ المأذون وصل يا فندم. طب خليه يجي. حاضر يا فندم. خش يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنت المأذون؟ أنا جاي من طرف القبطة علشان أكتب الكتاب، واخد فلوسي مقدما حتى العشاء. عال يعني مش هتكلفنا حاجة. مستكفي يا فندم. طب اتفضل استريح جوه. بس أنا كنت خايف لا تقبضوا عليا. ونقبض عليك ليه إلا إذا كنت من أعوان القط؟ حاشا لله، أنا راجل محترم. أنا ما جابنيش هنا إلا الخوف. لا ما تخافش، اطمن. اتفضل استريح جوه في الصوان. متشكر. بس في كتب كتاب الليلة؟ والله يا ده إحنا مستنيين العريس. اهلا وسهلا كابتن مراد زميلي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. انا جيت اهو وتحت امر سيادتك، والحقيقه ولو ان الموقف غريب عليا واعصابي متوتره شويه. لا ما تخافش ما تخافش، احنا معتمدين عليك قوي في تلطيف الجو النهارده. سيادتك شايف كده؟ ان شاء الله. تحت امرك. معايا كابتن مراد. اتفضل اتفضل يا فندم. واخد بالك من المدعوين يا مراد؟ ايوه يا فندم، وكلهم ناس كويسين، ودي حاجه غريبه خالص يا فندم. ومبدرين قوي. شفت سيادتك قد ايه الناس اللي في الشارع؟ طبعا الناس كلها جايه تتفرج، احنا هنعمل ايه؟ روح انت مطرحك يا مراد وخلي بالك كويس. حاضر. الساعه كام يا ممدوح؟ لسه بدري. انت متاكد انه هيجي في ميعاده؟ هو مش بعت لك جواب يا خالي؟ اهو انت بس شاطر في الكلام. بذمتك ضميرك مرتاح لي كده؟ مرتاح جدا، بس ارجوك تظهر قدام الناس بمظهر اللي ما يهموش القط ولا غيره. ايوه بس الناس كلها مهتمه بالقط الاسود مش بس انا. شوف الناس اللي جايين يتفرجوا قد ايه. طبعا هما حلاوه فرجه احسن من دي. سياده الحكم ده راسل يا فندم. عن اذنك يا خالي. على فين؟ عادل، عملتوا احتياطكم؟ تصرفاتنا هتكون مترتبه على اساس تصرفات القط. طب خلي بالك يا عادل، ما تخافش ابدا يا سيد رحمي. عايز ايه يا فاطمه؟ الحكم دار جه يستهانم وقاعد مع سراحني. وانت مالك؟ انا مش قلت لك ما تنزليش من فوق؟ ان انا يعني جيت علشان يعني كنت عايزه اتفرج. تتفرج على ايه بلا وقت؟ انا مش فاهمه القط لما يجي هيحصل ايه؟ الناس هتتكهرب. انا قلت لكم مش عايزه اسمع سيره الزفت ده مره تانية. طب انت خايفه ليه يا ماما؟ ده البيت مليان بوليس. وتفتكري يعني يستهانم ان هو هيجي؟ ان شاء الله عنه ما وقع يجي، هو انا عايزاه يجي. قلت لكم بلاش السيره دي خالص. طب تعالي يا فاطمه نطلع نقعد فوق. اتخمدي انت وهي، خليكوا قاعدين معايا، هتسيبوني وحدي. تمانية ابات الست دي ابو الكوم اهو اصل راجل دو سبعة. تعالوا سيسر ولد باي طريقه. اربعه انت اللي بختك بيجري تحت رجليك. هات الاربعه. خمسه. هات الخمسه. ثمانيه. اربعه. راجل. عشرة. بنت. شايب. هات بنت. شايب. طب تسعة. دو. سبعة. ستة. ولا عرفت على ايه بس؟ ولا حاجة، انت حظك بيجري تحت رجليك. تسعة. راجل. ستة. على فين؟ هشرب. طب اشرب راحة لازم اطرحك. حاضر يا سيدي. قص. راجل. Mm-hmm.
على فين يا سي حسني؟ كفايه يا مبكر، انت كنت فاكر ان احنا هنسيبك للقط التاني والسي ممدوح؟